صباح الخير من برنامج دنيا يا دنيا. اليوم موضوعنا بخص جميع أفراد، إن كان في المنزل وفي العمل وفي الدراسة. استخدامنا المفرط للكمبيوترات وقعدتنا ووسادتنا الخاطئة بيسبب لنا تشنجات في المنطقة العضلية في منطقة الرقبة. اليوم أنا وكوتش عاصم رح نعطيكم تمارين وقائية لإصابات الديسك في منطقة الرقبة وغيرها من مشاكل، ورح نستخدم تمارين عن طريق الفرشة والإطالة لمنطقة الرقبة. يلا كوتش عاصم، أول شيء رح نقعد قعدة صحيحة بظهر 90 درجة. رح نستخدم إطالة لمنطقة الرقبة والفقرات الخلفية للرقبة. أول شيء رح نستخدم إيدنا بوضعها على الرأس وتاني منطقة الرقبة. أهم شيء بهاي التمارين إنه نستخدم الإطالة ببطء وعدم وضع الرأس على الأكتاف. نستخدم اتجاه الآخر. دايماً نستخدم في البداية هاي التمارين لمدة 30 ثانية، 5 مرات 6 مرات في البداية. نتجه للاتجاه الآخر. رح نستخدم هلا الجذع تاعنا على مستوى الأكتاف ونحركه لتحت ونوصله بس لمستوى الكتف. أي تشنجات رح تنزل على منطقة الأكتاف رح يشيلها هذا التمرين في بداية الأمر. برضو نكررها 30 ثانية. نتجه الاتجاه الآخر. نوصلها بس لاتجاه الكتف. دايما نشد على إيدنا عشان نحس بالعضلة. تمام. هلا بنفس الطريقة رح استخدم ايدي لكن بمقاومة، يعني اتجاه راسي رح يروح للشمال وايدي رح تكون فيها مقاومة لاتجاه اليمين. بنقطة واحدة احددها ليكون في مقاومة. اذا انا شلت نظري عن نقطة معينة رح يروح مقاومة راسي لهي الاتجاه، هو غلط. رح ناخد مقاومة ونشد بالشمال وايدنا على اليمين. ناخذ اتجاه اخر. رح نحس هون بشد في منطقه الرقبه. برضو 30 ثانيه في البدايه. بنكررها 6 مرات تقريبا. بنعيدها اخر مره. تمام. هلا رح نعمل حركة دائرية للرقبة. أهم شيء بهذه التمرين الاتجاهات تكون مع عقارب ساعة وعكس عقارب ساعة وببطء شديد. رح ناخد عكس عقارب الساعة في البداية. رح تحسي بطقطقة بمفصل الرقبة. طول ما هي الطقطقة بدون وجع للمفصل فهو وضع طبيعي من إثر التشنجات. رح نروح نتجه هلا عكس عقارب الساعة. تمام. هلا رح نستخدم ايدي بدون الضغط على الرأس، بس ايدي رح احطها ورا الظهر، ورا الرقبة، ورح استخدم اكواعي بمستوى الرأس واضغط الى الداخل عن طريق الاكواع. عن طريق اغلاق الاكواع وفتح الأكوع بدون أي شد على الرأس. رح نخلي
الكوع للداخل لمدة 30 ثانية ووقت فتح الأكواع 10 ثواني، ورح نكررها بالبداية 6 مرات. تمام، رح نستخدم هلا طريقة الشد في الاتجاهات. أول شيء رح ناخد الاتجاه لفوق، بس أنا ما أشد بإيدي رقبتي، خليها على المستوى تاعها. رح أروح على اتجاه اليمين، الشمال، وللأمام. رح نعيد الاتجاهات للخلف، اتجاه اليمين، الشمال، برضو 30 ثانية لكل اتجاه وتكرر. تمام، هلا رح نستخدم تمرين بخص الرقبة وبرضو بخص الصداع. يعني أنا رح أسكر عيوني، رح أكتب حرف الـ A، حرف الـ B، وحرف الـ C، والدي. كمان مرة رح أكررهم، حرف الـ A، حرف الـ B. أنا هيك بعطي مرونة للفقرات تاعتي بالاتجاهات مختلفة. تمام، هلا دايما عندنا الفقرات والوجع التشنجات هذا بنزل للأكتاف. أنا رح أستخدم اليوم برضو تمرينين بس للأكتاف، وهي الإطالة لقدام عن طريق فتح الصدر وللخلف. كمان مرة رح نعيد للأمام، وللخلف. أي طقطقة أنا رح أحس فيها هي طبيعية، هي مرونة للمفصل، إلا إذا رافقتها ألام وين بيكون في مشكلة. رح أستخدم برضو تمرين إطالة الإيد باتجاه رقبتي للأمام، يعني ما رح أخذ الاتجاه الرقبة مع الاتجاه الإيد. دايماً أتأكد أن جلستي لساتها 90 درجة. رح نعيد التمرين كمان مرة، ورح أستخدم إطالة أخيرة إيدي ورا ظهري هون. النزول حسب المرونة، يعني إذا أنت ما نزلتي للمستوى المطلوب ما في مشكلة، ما تتعبي مفصلك في البداية، رح تزيد المرونة كل ما استمريتي في التمارين. دايما تماريني 30 ثانية، رح أخذ راحة ورح أرجع بالتمرين. تمام، شكرا كوتش عاصم. نصيحتي لكم اليوم رح تكون كالآتي: مع تطور الموبايلات والأجهزة الخلوية والتابات، استخدامنا دائما صار النظر على مستوى الشاشة، هون رح نأذي الرقبة. هلا الاتجاه الصحيح رح يكون التاب أو الشاشة قدام نظر عيني. في البداية رح يكون متعب، بس مع التعويض رح أنت رح تحافظي على سلامة رقبتك. شكرا لكم.